ملامحهم تجعل من يراهم يعتقد أنهم في سن 90، أطفال في عمر الزهور يتحولون إلى مسنين ويعانون من الشيخوخة المبكرة. في مقاطعة راتشي في الهند تم رصد حالات لأطفال يعانون من هذا المرض، أعمارهم بين 18 شهراً و7 سنوات وكأنهم في عمر 80 سنة. تجاعيد شديدة تملأ أجسادهم ووجوههم متورمة. ليس هذا فقط، يشعر البعض منهم ما يشعر به الشخص المسن، يعانون من صعوبة في المشي وألام في المفاصل. والأنكى من ذلك، نظرات التعجب والاستغراب والتنمر تلاحقهم أينما ذهبوا. يولد المصابون بالشيخوخة المبكرة في وضع صحي جيد لا يعطي انطباعا بأنهم يصابون بهذا المرض النادر، لكن مع بلوغ الطفل مرحلة عمرية تظهر الأعراض بشكل متسارع. يأخذ هذا المرض ضحاياه بسرعة فائقة في رحلة من نضارة الطفولة إلى تجاعيد الشيخوخة، مختزلا في أشهر قليلة تغيرات تطرأ على الجسم الإنسان بشكل تدريجي عبر عشرات السنين. يعرف الأطباء المختصون هذا المرض بمتلازمة الشيخوخة المبكرة، مرض نادر جدا يصيب الأطفال بمعدل إصابة بين كل 10 ملايين طفل. يقول الأطباء إن الأطفال المصابين بهذا المرض معرضون للموت في سن المراهقة بسبب النوبات القلبية أو التجلطات الدموية. يؤدي هذا المرض أيضا إلى فشل في النمو ونقص حاد في الدهون وتساقط الشعر، وتظهر تغيرات هائلة على البشرة تجعل طفلا في بواكير عمره يبدو في صورة عجوز طاعن في السن. تؤكد أبحاث مؤسسة البحث في الشيخوخة المبكرة أن التغيرات الجسدية المتسارعة جدا لا تمس ذكاء هؤلاء الأطفال، وجاء في أحد بحوث المؤسسة أن هؤلاء الأطفال الاستثنائيون أذكياء ومفعمون بالحياة. أول حالة لهذا المرض شخصت في عام 86 800,000 من قبل طبيب بريطاني، حالة ثانية ظهرت فيما بعد عام 87 800,000. حير هذا المرض العلماء لأكثر من 100 عام، لكن الأبحاث الأخيرة توصلت إلى أن تغيراً في جين هو المسبب لهذا المرض. حالات قليلة تنجو منه، غالباً ما يموت المصابون في سن 13 أو 18. لم يكشف الطب الحديث إلى حد الآن علاجاً لهذا المرض. دراسة متنوعة يتم إجراؤها لفهم وتتبع مسار الجينات المسببة لهذه الظاهرة، والحصول على نتائج قد تساعد في القضاء على هذا المرض الغريب، مرض الشيخوخة المبكرة.